اخبارنا بقى والمفرحه بكل تاكيد استحواذ مصر على القاب بطوله العالم رقم 32 للرمايه على الاطباق المروحيه المقامه في ايطاليا بمشاركه 260 رامي ورماية من 12 دوله. استحوذت مصر على العدد الاكبر من الميداليات في البطوله. وخليني كمان اقول لكم الارقام اللي حصل عليها اللاعبين المصريين. حصل ياسين ايهاب ماضي على المركز الاول ناشئين والميداليه الذهبيه في بطوله كاس بريتا على العالم. وجي في المركز الثاني ناشئين طلعت ايهاب ماضي وحصل على الميداليه الفضيه. وفي المركز الثاني سيدات جاءت سحر طلعت مصطفى والميداليه البرونزيه. وجي في المركز الثاني كبار عمرو ابو العز وفاز بكاس فيتا. اما بقى في المركز الثالث كبار جه هشام الصاوي وحصل كمان ياسين ايهاب ماضي في بطوله الجائزه الكبرى على المركز الثاني والميداليه الفضيه. وفي المركز التالي حصل طلعت ماضي على المركز الثالث والميداليه البرونزيه. اما بقى لو اتكلمنا على مستوى الفرق خليني اقول لكم ان حصل فريق الرواد المصري على المركز الثاني والميداليه الفضيه. والفريق كان مكون كل من ابراهيم محمود ومجدي عبد الفتاح ومحمود الاتربي. وتعالوا بنروح لكرة الطايرة وخليني اقول لكم ان ابلغ مسؤولو اتحاد كرة الطايرة برئاسة ياسر قمر ابلغ كل الاندية بقرار تحذير الحكام من مشاركة اي لاعب لم يصدر ليه بطاقة التحاد هذا الموسم. قبل كده ارسل مسؤولو اتحاد كرة الطايرة خطاب تحذيري لكل الاندية بيفيد طبعا علشان بعدم السماح بتواجد مدربين بالموسم الجديد في المباريات الرسمية دون كارنيه موسم 2022-2023. كمان الزم مسؤولو اتحاد كرة الطايرة الحكام بضرورة ان هم يتأكدوا من كارنيه المدربين قبل بدء المباريات. فيما حدد مسؤولو اتحاد كرة الطايرة شروط القيد للمدربين والأجهزة المعاونة في نشرة كده تم إرسالها لجميع الأندية طبعا اللي اختارهم بالشروط. كمان تضمنت الشروط خطابا من النادي بطلب القيد وقرار مجلس الإدارة بتعيين مختوم وأصل كارنيه نقابة المهن الرياضية مع توريد الرسوم المقررة طبعا المقررة على العقد وسداد الاشتراك السنوي. وحدد مسؤولو اتحاد كرة الطايرة مسبقا طبعا غرامة تقدر بمبلغ 300 ألف جنيه في حالة استضافة الأندية فرق خارجية دون الحصول على إذن أو إقامة معسكر خارجي دون إذن.